وفي تزامنا مع الوضع في هذه الأيام أعلن عن استقالة كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السابق. كيف تقرأون هذه الاستقالة وكيف تكون تداعياتها؟ أخطاء كثيرة ارتكبها كريستوفر روس. أول خطأ نعود إلى رسالة تعيينه التي بعث بها بان كي مون في يناير، بعث بها، تحدثنا عن يناير 2009، بعث بها إلى مجلس أمن. ماذا يقول؟ يقول بأنه تم تعيين مبعوث أممي جديد وسوف ينطلق من الاستنتاجات التي وصل إليها، سيقوم بالعمل، ينطلق من العمل، يكمل العمل الذي قام به فالسوم آنذاك كان قد انتهى إلى استنتاجات، وهي أن ما يطلبه البوليزاريو هو مستحيل، كان واضح. إذن هو غير الإطار، بمعنى أن كريستوفر روس غير الإطار وحاول تغيير إطار النزاع. أكثر من ذلك أن هناك العديد من المعلومات التي تظهر بأنه لم يكن محايدا، لم يكن محايدا، إلى درجة أن معلومات تقول بأنه كان يذهب إلى المناطق الجنوبية ويطلب من انفصالي الداخل، بمعنى أنه يطلب منهم، بمعنى أنه يقوم بعملية دفعهم إلى عملية الاحتجاج. كان هذا واضح، تلك الأقلية المجموعة القليلة كان يدفع الاحتجاج، هذا كان واضح وواضح جدا، وحتى باعترافاتهم هم نفسهم. أكثر من ذلك يبدو بأنه عن طريق تقييمه للوضع لاحظ بأنه لن يكون عمله متطابق مع الأمين العام الأممي الجديد. تفضل أستاذ. الأمين العام الأممي الجديد من المتوقع أن يدفع بالملف نحو المقاربة الإنسانية داخل المخيمات. ونحن نقترب من شهر أبريل. نعم. الذي كان نوعا ما فزاع في السنوات الماضية، كيف تتوقعون إذن عادة أن يكون هذا التحديد؟ عادة نقرأ نحاول أن نقرأ الأشخاص، لأن مسارات الأشخاص هي تحدد توجهاتهم. بان كي مون لم تكن له معلومات كثيرة عن الملف، ووقع في فخ كريستوفر روس والصفقة مع الجزائر، هذا كان واضح، ومع البوليزاريو، هذا التصريح الذي أثار ضجة إلى غير ذلك. اليوم هذا الأمين العام الجديد هو يعرف الملف جيدا، واشتغل على قضية المخيمات وقضية اللاجئين، وإن كنا هذا المصطلح يجب أن يعاد فيه أيضا النظر. إذن هو يتوقع أن يدفع بالملف، بمعنى أن يحاول أن يفتح المخيمات وأن يشتغل على هذه المقاربة وضعية داخل المخيمات. وهو اليوم بأن البوليزاريو لما يتحرك ويحاول أن يرفع من درجة التوتر، ويعرف جيدا إلى أين يتوجه الأمين العام. التقرير القادم وهذا أمين عام يتسلم الملف، سوف يقوم بعملية أن يطلب من البوليزاريو عملية الانسحاب من المنطقة العازلة. هذا واضح، لأنه المغرب، بمعنى أن انسحاب الأحادي المغربي ترك البوليزاريو في مواجهة الأمم المتحدة. هم دعوا الأطراف كلها إلى الانسحاب، ولكن الآن التقرير، بمعنى الوضعية اليوم، سيصدر التقرير، هو سيطلب، وأيضا هذه المسألة ستكون موضوع نقاش أمام مجلس، ستكون نقطة سلبية بالنسبة للمغرب. الآن يجب أن يدفع أكثر، وهو أن تكون هناك إدانة من طرف مجلس أمن للبوليزاريو. لماذا؟ لأنه رفع، بمعنى أن البوليزاريو هو خرق كل المسائل المتفق على الاتفاق. لازال الوقت يسمح بذلك؟ الآن وقت المرافعة، رب هناك اجتماع لسفير المغرب في الأمم المتحدة مع الأمين العام الأممي، بمعنى أنه وقت المرافعات البوليزاريو ليس له ما يقدمه، واضح جدا. بل أكثر من ذلك كما قلت، حتى القرار هو ينتظر الجزائر، والجزائر دعني أسألك. نعم. في هذه النقطة أستاذ منار سليمي، تقول بأن غوتيريس قد يتجه ربما بحكم تجربته ومعرفته بالمنطقة إلى فتح هذه المخيمات أمام العالم لنقل صورة حقيقية عن ذلك، والتجربة تقول بأن الجزائر ظلت منغلقة أمام المنظمات الدولية الحقوقية وغير ذلك وداخلها المخيمات. الأمين العام الأممي الجديد سيدفع بهذا الاتجاه، سيكون هناك ضغط على الجزائر. لهذا لاحظ معي ماذا تقوم الجزائر اليوم، هي تحاول أن تفصل على مستوى المخيمات، تحاول أن تخرج الصحراويين الذين هم محتجزين، لأنه ليسوا لاجئين، نتحدث بلغة القانون الدولي، تحاول أن تنشرهم في هذه المنطقة العازلة، وتحافظ على مجموعة جزائرية موجودة في المخيمات، تحاول أن تفصل بين سكان هؤلاء، بمعنى بين المخيمات، تحاول أن تفصل، لأنه لا أحد يعرف مثلا من هم الأشخاص الموجودين، هم جمعوا كل من كان تائه في قادم من مالي أو من تشاد ووضع داخل المخيمات. والمعركة اليوم هي في المنطقة العازلة، أريد أن تنقلها إلى المنطقة العازلة. العازلة وهنا قوة الحجية التي يجب أن يشتغل على المغرب. إذا كان الكثير مثلا سيطلب من المغرب العودة إلى المسألة، سيطلب من الأطراف ومن الأطراف العودة إلى المفاوضات، أعتقد بأن المغرب أمامه فرصة، وهي أولا
لأنه المسألة المفاوضات يبدو بأنه المفاوضات يجب أن تكون مع الجزائر. أولا هذه المنطقة يجب أن تكون منطقة عازلة بلغة القانون الدولي فيها فقط القوات الأممية، وأن يكون الممر التجاري بمعنى أن يكون آمنا. أكثر من ذلك هناك مخاطر أخرى قادمة. هذه المنطقة إذا لم يتم التعامل مع من طرف الأمم المتحدة بهذه المقاربة قد تنشر فيها الجزائر الجماعات الإرهابية. الجزائر اليوم تغرق وتفكر في كل السيناريوهات، منها سيناريو الحرب مع المغرب، سيناريو الجماعات الإرهابية.